الممثل المغربي محمد شوبي يعلن الاعتزال. أعلن الفنان المغربي محمد شوبي عن اتخاذه قرار اعتزال الفن في خطوة صدمت جمهوره ومحبيه وكذا بعض زملائه الفنانين. وشارك شوبي تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف عبرها الأسباب وراء هذا القرار المفاجئ وكتب: سأعتزل التشخيص ليس من أجل الدين، لأن لا علاقة له بالفن، بل من أجل استشراء الفساد الريعي. وأثارت هذه التدوينة جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأعرب نشطاء عن استغرابهم من خطوة شوبي، خاصة وأنه دائما ما كان يدافع عن الفنون بجميع أنواعها.